ميدان سوق مدينة بوزنان مشهور ويعد من أجمل أسواق البلد. معظم الزوار يقبلون على هذه الساحة فيتناولون الأكل في أحد مطاعمها. كشيشتوف رابك يشتري مثلاً الكراث والهليون الأخضر من سوق ياغيتسكي القريبة. إنه كبير الطباخين في مطعم هوغو الموجود في زاوية هادئة بعيداً عن صخب السياح. هنا توجد أفضل الخضروات، ومن عند هذا البائع أشتري دائماً كل ما أحتاجه في المطعم. يقع مطعم هوغو في محل ثكنة عسكرية قديمة، وكان ترميم البناية مكلفا جدا، والنتيجة هي نشوء مطعم يعتمد على الوجبات التقليدية المحلية والممزوجة بوصفات حديثة. رابك سيطبخ لنا اليوم صدر الإواز مع المكونات التالية: الكراث، سلطة طازجة، زهر الجرجير، زهر القرط، وملح، وعصيد حشائش، والهليون الأخضر. هذا الطبق سهل التحضير لأنه يعتمد على الخضروات الطازجة. بما أننا نريد الحفاظ على طعم المكونات، فلا نستخدم توابل كثيرة ولا خضروات مجففة، بل نعتمد بالأساس على الأعشاب الطازجة. فحتى اللحم لا نضيف له سوى قليل من الملح والفلفل الأسود، فالحفاظ على النكهة الطبيعية أساسي بالنسبة إلينا. لذا ترانا نبحث عن مكونات محلية طيبة المذاق والرائحة. يبدأ تجهيز الطبق بإعداد صدر الإواز، فيحمر بعد أن يملح. الطباخ الشاب يحب تجربة طرق طهي حديثة، فيطبخ دون أن يجعل الهواء يتسرب للطعام، لكنه يحب طريقة التحمير في الزيت وبعدها في الفرن التقليدي عندما يطبخ للأسرة. مدينة بوزنان مشهورة بوجبة لحم الإواز، فحتى إن أخذتني الحداثة إلى صنف آخر من الطبخ، فلن أتخلى عن الطبخ التقليدي. هناك صنف من الإواز معروف عندنا، ونعده بطريقة محلية تقليدية وبمكونات كلها من بوزنان. افتتح مطعم هوغو قبل 3 سنوات فقط، لكنه بات يحمل طابعه المتميز، فهو يختلف عن المطاعم المحلية التقليدية والمؤثثة بشكل تقليدي أيضا. ديكور هذا المطعم حديث ويذكر بمطاعم في عواصم عالمية كبرلين أو لندن، وأبرز شيء فيه هو إعطاء الوجبات التقليدية طابعا حديثا. أعتقد أن كثيرا من السكان هنا يريدون شيئا جديدا، فمعظم المطاعم هنا متشابهة، أما نحن هنا في مطعم هوغو فبصدد البحث عن لمسات طبخ جديدة لنثري عبرها أطباقنا التقليدية. يسلق الكراث في الماء ثم يحمر في الزيت، وبعدها تبدأ عملية تجهيز الطبق لتقديمه. يوضع صدر الأواز المحمر فوق عصيد من الأعشاب، ثم يزين بالكراث وسلطة الطازجة وزهر الجرجير وزهر القرط مع صلصة مصنوعة من مرق اللحم المحمر. نحن نضفي على الوجبات التقليدية بعض اللمسات الخاصة كهذا الطبق التقليدي البولندي مثلا، والدسم في العادة.